السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي اشوف مع بعض امر من اوامر الاوتوكاد الجميل جدا اللي هو لير ووك، اللي هو ببدأ اشوف لير موجودة عندي، فبقول له ايه ال اي واي ووك وبيبدأ يظهر لي الليرات بالشكل دوت كده. كل الليرات ظهر لنا، فانا بقول مثلا عايز اشوف اللير زيرو بس، عايز اشوف اللير واحد بس، عايز اشوف اللير تمانية بس، وهكذا. فده بيفيدني ان انا بعرف اذا كانت في حاجة موجودة على غير اللير بتاعتها، يعني مثلا الابواب مش موجودة على اللير بتاعتها، او في لير اتنين اسمهم ابواب، طب دي عليها ايه ودي عليها ايه. فده بيفيدني ان انا اعرف الليرات اللي موجودة انه حقيقة. يعني هنا دايمنشن وهنا دايمنشن وهنا دايمنشن، فايه اللي موجود في كل واحد فيهم، هنا دور وهنا دور. فابدأ اشوف الحاجات، ممكن اروح معلم عليهم واحطهم على اللير بتاعتهم.